يا شباب العرب هيا وانطلق يا موطني. كي يبقى بعثنا راية خفاقة للعروبة الحقة وسدا منيعا ضد التدخلات وجسرا متينا نحو التجدد والتقدم. كي يبقى شعارنا دائما وأبدا مهما اشتدت النوائب أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. ندعوكم للانضمام إلى موكب البعث. يا شباب العرب هيا وانطلق يا موكب وارفع الصوت قوية. يدا بيد نتشارك جميعا في بناء المستقبل، نصوب المسار ونرسخ الإنجازات. يا شباب العرب هيا وانطلق.